صباحكم الله بالخير من مدينة حراز. هذا المدينة الجميلة اللي تتبع محافظة صنعاء. مدينة حراز فيها مديريتين، مديرية صعفان ومديرية مناخة. تشتهر حراز بزراعة البن، ذلك لما نتكلم عن البن اليمني نتكلم عن حراز. هنا راح نشوف خلال هذا اليومين إن شاء الله الأماكن الجميلة في هذا المدينة الجميلة، وكذلك راح نزور مزارع البن نشوف فيها المحاصيل ونشوف أهل حراز الطيبين. لذلك خليكم متابعين. السلام عليكم، صباح الخير. طبعا هذه البوابه الوحيده للحصن الثاني. هذا حصن الهجره يتكون من 195 بيت. 195 بيت هذا اللي يعني ندخلها الان، هذا المدرجه الوحيده للبوابه. ايوه، ما فيش غيرها من ان تدخل غير البوابه هذا. من هذا البوابه تم بنائها على هذا الجبل او هذا الحافه على المنحدر الجبلي من اجل يتكون حصن طبيعي من دون تحويش من دون اي حاجه. بيت ملاصق البيت لما تكون حصن كامل على 195 بيت. نعم، الحصن عمره حوالي 865 سنة. 865 سنة أول من أسسه الملك أروى بنت أحمد الصليحي. أيوة، يعني يعد تاريخ بناءه للعهد الصليحي. عهد الصليحي. أيوة، وهنا كان يسكنون المسلمين والقرية هذه. هذه البوابة الوحيدة للقرية كامل. هذا هي البوابة الوحيدة. أيوة، تتكون من البوابة الخارجية والداخلية. بسم الله. مبنية من الأحجار المهندمة والخشب البلدي. هذا من 150 سنة تم إعادة تأهيلها مرتين. مرة قبل حوالي 450 سنة على ما تقول الكتب، ومرة في عام 2010. يعني هذا السد كان يستخدم وقت الحروب. كان السد يستخدم وقت الحروب، وما زلنا نستخدمه لوقتنا الحاضر. يستخدمه 100% للمواشي مثل الأبقار والأغنام. أيوة. وعلى الحبوب في مدافن سخرية شان مرة نروبكم إياها. أيوة. أكثر من 350 متر. ما شاء الله. هذا هو السد. كان يستخدم في وقت الحروب. شوفوا كيف التكوينات هناك. ما شاء الله. هذا ايش؟ احجار صغيره مخلطه مع النوره، ويقوموا بتحريكها مع الماء والنوره. نعم، لما تكون ماده صلبه ويحطوها بدل السمنت. كان قديم. بدل السمنت يعني. هذا كان يسمى القضاض. القضاض يسموه. ايوه، هذا كان يستخدموه الاولين بدل السمنت حاليا. الاسمنت حاليا ما كان يستخدمش. هذا اللي هو هذا الابيض. هذا شوفوا هذا. حجر صغيره مع النوره، يقوم بتحريكها لمده اسبوعين ثلاثه. ايوه، حتى تصبح ماده لزجه صعبه انتزاعها. ايوه، ما شاء الله. هندسه معماريه. طبعا القريه كلها مبنيه بالحجاره المهندمه من داخل الى خارج. ما شاء الله. ما كان يستخدمش عليها لا طين ولا اسمنت ولا اي ماده. أيوة. حجر فقط لراس البيت. كله حجر ما يستخدمش عليها اي ماده، حجر صافي. طبعا مثل ما تشوفوا هذا هو حد الحصن او القريه، والبيوت مبنيه على حافه الصخر. في داخل الحصن 195 بيت كان يسكنوها المسلمين. وفي هذه المنطقه شوفوا هذا البيوت اللي خارج القصر كان يسكنونها اليهود. يعني الإمام ما سمح لليهود أنهم يسكنوا في داخل القرية أو الحصن، فبنوا بيوتهم هنا وتملكوها، ولكن بعدها هاجروا إلى إسرائيل. ولكن قبل لا يهاجروا أرغمهم الإمام على بيع ممتلكاتهم، فالمسلمين اشتروا ممتلكاتهم جميعا مع الأموال اللي هي المزارع وكذا. لذلك اليهود ما يملكوا أي صلاحية أو أي ممتلكات في هذه. هم بالعادة اليهود في كل مكان ما عندهم، ولكن سوين سالفة أكثر من الله. إحنا الآن في أعلى قمات الحصن. نعم. وهذه تمثل من أحد أكبر الناطحات القديمة في الهجرة إلى جانب.
حوالي 15 الى 16 ما تحسحد هنا بنو القريه مبنيه من الحجار المهندمه، ما دخلش على البناء اي ماده من طين او سمنت او غيرها او قضاء، بس من الحجار من سفل الدور الى اخر الدور ما شاء الله. يعني لو تشوفوا تركزوا في التفاصيل، الحجار مرصوصه رص في بعضها وارتفاع شاهق ترى. يعني كم دور هذا تقريبا؟ هذا حوالي من 6 الى 7 دور، من 6 او 7 ادوار. احنا هذا في اعلى نقطه في الحصن، وهذا من اعلى البيوت ارتفاعا. لكن شوفوا كيف الهندسه المعماريه، انت تتكلم عن مباني قديمه جدا، مباني يعني اليوم على الطرق الحديثه ممكن ما يقدروا يبنوا مثل هذه المباني. ولكن هنا في اليمن شوفوا طريقه البناء، الحجاره مصفوفه في بعضها البعض، شفتوا كيف؟ ما في حتى فراغات ما بينها، فراغات بس تكون من الخارج، ولكن شوفوا من الداخل كلها مرصوصه في بعضها البعض. هندسه معماريه عجيبه جدا جدا جدا. هذا ايش شيخ محمد؟ ولا مدافن اللي كان يستخدموه للحبوب الان يستخدموه للمياه. هذا اللي هي المخازن للحبوب. هذا من تبع البيوت على حافه على حافه السور نفسه حق ايوه الحصن. بس جميل هذا البيت، جاي منفرد وحده. وهذا جبل مسار. جبل مسار. ما هبط الملكة اروى بنت احمد الصليحي، واول ما اسست دولة الصليحية من هذا الجبل. الملكة من؟ اروى بنت احمد الصليحي. اروى بنت احمد الصليحي. بنت احمد الصليحي. نعم. ورجع انتقلت بسكنها لهنا الهجر واسست القصر هذا. ايوه. ما شاء الله. الحين هذا بيت اروى. طبعا حصن الهجرة يرتفع عن سطح البحر ب 2200 متر. وبسبب ارتفاعه وكذلك بسبب الفن المعماري، مثل ما تشوف البيوت ترتفع الى 5 و6 و7 طوابق، كذلك تعتبر هي من اقدم ناطحات السحاب في العالم، مثل مدينه شبام اللي موجوده في حضرموت واللي سموها بمنهاتن الشرق. مثل ما تشوفوا البيوت مرتفعه جدا الى 6 و7 طوابق، فن معماري جميل جدا. يعني انت تتكلم عن بيوت قديمه صار لها سنوات كثيره، ولكن تعتبر من ناطحات السحاب. احنا بسوء حظنا اليوم المفروض نشوف السحاب تحت القريه، ولكن اليوم حظنا كان شويه ما حلو، بس ان شاء الله راح نعوضها في العصر ان شاء الله. اذا كان الجو زين بنشوف السحاب اسفلنا باذن الله تعالى. مشكور الشيخ على هذا الجوله الجميله، الله يعطيك الصحة والعافية. ممكن في ضيافتنا والضروري الله يسعدكم. نضيف أي واجي عندنا. الله يعطيكم العافية. للجميع والله. هذا اللي تعودنا. اليوم الغداء عندنا بالأمان. جزاك الله خير. كل البيوت اللي في قصر الهجرة. يا أخي عن نبعدهم هؤلاء. نخليهم هنية. يا شباب. عادي هذه من العدد المكان ضخم ترى عادي. اي قابلته قلنا تجهيزات. شوف 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 من هنا. شوف 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 كل البيوت مسكونه. ما عليكم اذا الرد ذا كله علشان الرد عشان هذا. طيب خلاص هو ولع حاله. مو بك مو بك معاذ. ميبو قلني شلك قبل شوي خرجت اللهجة اللي البحثية. لا معك شيء باك هذا حلم في البيت. اللي حق ال 360 وهذه منه وهذه بالبلد. ما قلنا يجبنا بالحجاب. الله. برو برو كالم داون. ريلاكس ريلاكس. تيك ات ايزي تيك ات ايزي برو. تيك ات ايزي. ايوه. كان يو. بيكوز يو ار هوسبيتال ان ذا مورنينج. دونت ذيس. لكن النظارة اليوم تراه. مالك منهم. مقهورين. طبعا اخذنا بريك في هذا المكان الطيب مع الشباب الطيبين على هذا الاطلاله. يا مرحبا. يا مرحبا والله بالشباب. واليوم مع درر مضبطيننا بهذا القهوه هنا المختصه. مثل ما تعرفوا درر ما شاء الله من الكافيهات الجميله في صنعاء، وعندهم انواع كثيره من القهوه ومكانهم طيب كذلك ما شاء الله. واليوم هنا برو. صابرو. يس. طبعا يو ويل ميك جود كوفي.
تركيش ستايل. في اعتراض من الجماهير على اليمني ستايل. الله يرضى عليك يمني ستايل. اسبيك يمني. He's talking to me in English. That's why I'm speaking. لا yeah. هذا طبعا قهوة تركية. ايوه دارك الله تركية روز. من انجلش لا تركية يعني بالطريقة التركية يس yes. تركية. شوفوا يا جماعة شوفوا المنظر هذا اللي امامنا الحين. شوف الحين بدأ السحاب ينزل. يا ما شاء الله. يعني قلنا ننتظر ساعة ساعتين ها عمر فاروق؟ ننتظر ساعة ساعتين ان شاء الله بيكون المنظر على كيف كيفك. خليه يصور هناك ويصور هناك بعين الاصباح عدد السنين. يا سلام. حرس حرس يا علي السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ عساكم طيبين. يا مرحبا مرحبا يا عم. كيف الحال؟ عساك طيب. يا اهلا وسهلا. بسم الله دام فضلكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا يا عمر. دام فضلكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا يا طالب. الله يحييك يبقيك. يا مرحبا. الله يعزكم. يا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم يومك اصلح. ما شاء الله. بسم الله بسم الله اكرمكم الله. ما شاء الله. يا عبد الله يا معاذ. سلام السلام. ما هو شيء قدرك. لا والله ما شاء الله. شوف لك انت رحب على الحاصل. الله يعزك الله يعزك. يا عبد الرحمن ونحب الله. ما شاء الله ما شاء الله. يوم يومك اصلح. بس لو وصل. ما شاء الله. بسم الله بسم الله اكرمكم الله. ما شاء الله. يا عبد الله بس الله يا معاذ. سلام السلام. هذا ما هو شيء قدرك. لا والله ما شاء الله. شوف لك انت رحب على الحاصل. الله يعزك الله يعزك. يا عبد الرحمن ونحب الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ايش يا عمر؟ السوسي. هذه يعني زي بنت الصحن بس يعني قريبه مع البيض. مع البيض والحبه السوداء. هذا بنت الصحن. هذه بنت الصحن. ايوه بس السوزي اكله اكله حلوه زي حليب على رجعت لك قصتها هذه على سمن على بيض. ما شاء الله. طبعا هذيك رباط حبيب هذه قصرها يا طالب. يعني اللي ما قلناه بين واحد اعتزم عند صاحبه. صاحبه يعني عملوا له بيت بنت الصحن. صار عند مرته قال لها يعني اليوم اكلت اكله مدري ايش عرفت. والرجال بيعتزم عندي بكره ايش تعمل لي نفسها. فسألت لها عند مرات الرجال الأول قالت لها ما هي قالت تعملي يعني شوية عجينة وتعملي بيض قليل بعدين عجينة بعدين بيض قليل. أيوه. البنت سألت عرفت إن هذا الأقراص كبيرة. أيوه. فلقيت حبة بيض. حلو. طرحت عجينة ثانية فلقيت حبة بيض. حلو. قالت تعملي شوية الحبة السوداء. فعملت الحبة السوداء وطرحت. هذا إيش يا عمر؟ وبعدين؟ فقلت لك طرحتها وهربت خلاص. فكانت متوقعة ان زوجها بيصيح وكذا. اسم المراه سوسي. ايوه. فزوجها يعني عجب بالاكله والرجال روح وقال لها يعني ايش الاكله ايش اسمها هذه اللي يعمل فيها؟ سمتها سوسي. ما ادري ايش تقول. قالت سوسي. قالت سوسي. ومن يومها معروفه. من يومها. سمت الصحن قشي. اها بنت الصحن. هذا سؤال مهم. لا هذه بنت الصحن. اقول لكم قصتها. اقول لكم قصتها. قول لكم قصتها. لا لا بنت الصحن. رشاد يلا.